ما رأيك يعني أستاذ أهلا أسامة؟ وسهلا. يعني لا يبدو أن هناك نظرة متفائلة حيال ما قد تؤول إليه هذه الجولة 17 من المحادثات في أستانا. أنت كيف تنظر إلى هذه الجولة وماذا تأمل دمشق من المشاركة فيها؟ طبعا بعد تحية لكم وللمشاهدين الكرام، طالما استمر التركي في أطماعه الإقليمية، وهي الحقيقة كما هو معروف ليست مقتصرة على سوريا، الأطماع الإقليمية التركية تشمل ليبيا وشملت سابقا حتى المغرب وتونس ويعني منطقة القرن الأفريقي، ويعني هو مشروع استعماري الحقيقة، هو أقل من أن يكون مشروع استعماري، لأن التركي في النهاية هو أداة رخيصة بيد من يشغله. ولكن طالما استمر هذا الموقف التركي، يعني يذهب الأتراك ويتعهدون باحترام السيادة السورية، يتعهدون باحترام وحدة الأراضي السورية، وفي المقابل لا يقومون بتنفيذ أي شيء. يعني هم الحقيقة نظام أردوغان الذي يتحمل المسؤولية في دفع كل هذه المجاميع الإرهابية سابقا والحفاظ عليها ومنحها غطاء استراتيجيا على صعيد محافظة إدلب. اليوم محافظة إدلب هي أكبر عاصمة للإرهاب في العالم للأسف، وكل هذا تحت رعاية النظام التركي. جبهة النصرة، هناك من يجرؤ بعد اليوم أن يسميها معارضة، وهي مصنفة في قرارات مجلس الأمن على أنها تنظيم إرهابي، وباقي التنظيمات لا تختلف كثيرا، هي يعني هي وجبهة النصرة كما باب الدوار، يدخل بعض الأعضاء إلى هذه التنظيمات ويخرجون إلى التنظيمات الأخرى، نفس الإيديولوجيا لا تختلف كثيرا، نفس الرعاية ونفس العلاقة مع الام اي تي الاستخبارات التركية. طبعا يعني من يقول بأن هناك من يحمي مواطني بلد من حكومة بلدهم ومن جيش بلدهم، هذا منطق الحقيقة انتهى، ورأينا المصالحات كيف حصلت في درعا، لأن المصالحات كيف حصلت في منطقة دير الزور، وكل هؤلاء يعيشون بهدوء وسلام، في حين أن المواطنين الذين اليوم هم تحت الاحتلال التركي، أولا ليس لديهم أي فكرة عن مستقبلهم أين يسير، ثانيا يعانون من الصراعات الدائمة والاقتتال بين الفصائل القائمة على السلب والنهب والسرقة، ويعني سلب هؤلاء أرزاقهم واضطهادهم، وحتى مؤخرا الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي ضربت تركيا أصبح هؤلاء يعانون منها في شح الخبز وشح الموارد الغذائية وكل هذا الأمر. يعني المكان الحقيقة الأمكنة الوحيدة، وردا على أي منطق يحاول أن يصيد في الماء العكر، الأمكنة الوحيدة التي ينعم فيها المواطن السوري بالأمان، طيب، هي المناطق التي تحت أستاذ سيطرة أسامة. الدولة السورية، ليس المناطق تحت الاحتلال التركي كلها طيب. اقتتال أنا كان سؤالي وانعدام محدود أمن سيد وقتال، أسامة حتى لا نطيل ولا يعني تحت الاحتلال الأمريكي.